نروح بقى لزميلتنا هنا ابو القاسم من اهل الشيخ زايد ونشوف اخبار التواجد الجماهيري ايه هناك. مرحب بيك كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد هنقل لكم كل الاجواء وكمان الاستعدادات قبل مباراه السوبر المصري طبعا بين قطبي الكره المصريه نادي الاهلي ونادي الزمالك. يعني خلاص دقائق قليله بتفصلنا عن انطلاق المباراه. الاعضاء كالعاده بداوا بالفعل التواجد في النادي منذ ساعات. كعاده اعضاء النادي الاهلي بقى بيحبوا يتابعوا المباريات الهامه داخل النادي في اجواء الحقيقه بتكون مميزه جدا. يعني خليني اقول لحضرتك يا كابتن انه في حاله من الحماس والتفاؤل. الجميع مقدر طبعا المباراه هتكون مش سهله، مباراه بطوله، لكن هم كمان عندهم الحقيقه ثقه كبيره جدا وكامله في رجال النادي الاهلي. ان شاء الله ان هم بقى هيكونوا كالعاده على قدر كبير من المسؤوليه ويقدروا يحسموا المباراه لصالحهم. كمان بقى كنا بنتكلم مع بعض الاعضاء قبل اللايف، الحقيقه ان هم ذكروا ان هم بيتفائلوا جدا باستاد هزاع بن زايد في طبعا الامارات الشقيقه، فان شاء الله بقى يعملوا لاعبين النادي الاهلي مباراه كبيرة النهاردة. وكمان حقيقة أحد الأعضاء ذكر أن الجماهير هتكون ليها دور كبير جدا في أداء اللاعبين في المباراة. إن شاء الله بقى نكون بنحتفل بعد المباراة بفريق النادي الأهلي. يعني ده على صعيد الأجواء. كمان بقى خلينا نقول لكم استعدادات داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. الحقيقة أن الإدارة بقيادة اللواء خالد عبد الرحمن بذل مجهود كبير جدا، يعني موفرين 8 شاشات وعدد كبير جدا من المقاعد، كل ده طبعا لخدمة الأعضاء وعشان بقى يوفروا للأعضاء متعة أثناء مشاهدة المباراة. يعني دي أبرز الاستعدادات وكمان الأجواء. قبل ما أختم كلامي طبعا بتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي، إن شاء الله بقى تكون مباراة ممتعة كمان بتليق باسم النادي الأهلي والكرة المصرية، لأن طبعا قطبي الكرة المصرية زي ما قلت نادي الأهلي ونادي الزمالك، ونكون بنحتفل بقى بفوز النادي الأهلي بعد انتهاء المباراة هنا من داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. والآن العودة لحضرتك مرة أخرى في الاستوديو.